ينضم إلينا من موسكو مراسلنا محمد حسن. محمد أهلا بك، يعني لن أطيل عليك سريعا في ظل هذه الأجواء الباردة لديك. رد الفعل الروسي جاء باهت، ولو تحدثنا عن موضوع الهجمات الإلكترونية التي اتهمت واشنطن بها روسيا، وخاصة هذا الاتهام جاء من قبل وزير الخارجية الأمريكي، أيضا هناك نواب في الكونغرس يصفون الهجوم بأنه حرب من قبل روسيا، لا يوجد رد فعل روسي واضح ورسمي وشافي على الأقل حتى الآن. صحيح، لم يظهر رد الفعل على تصريحات بومبيو الأخيرة التي ظهرت بالأمس، ولكن هذه اتهامات بومبيو في الواقع هي تكرار لما سمعناه من اتهامات تجاه روسيا الأسبوع الماضي بعد حصول هذا الهجوم السايبراني على الولايات المتحدة، عندما قطع روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي جولته إلى أوروبا وتوجه إلى الولايات المتحدة لاتخاذ التدابير. روسيا يوم الاثنين الماضي مباشرة بعد الاتهامات الأولى التي صدرت من الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدث باسم الكرملين ميتري بيسكوف، قالت أن هذه الاتهامات غير مدعومة بأي أدلة أولا، ثم ذكر بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دعا بها الولايات المتحدة للتعاون في البحث والتحقيق بالجرائم السيبرانية وتشكيل لجان ومجموعات مشتركة للنظر بهذا الموضوع، وذكر بأن الولايات المتحدة تجاهلت هذا الأمر. أكثر من ذلك، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء الأسبوع في إحدى إطلالاته الإعلامية قال أن روسيا لم تتلقى من الولايات المتحدة أي ورقة رسمية موجهة لها الاتهامات، قائلا بأن هذه الاتهامات سمعت على لسان الساسة صحيح وظهرت على وسائل الإعلام، ولكن لم تستلم روسيا أي وثيقة عبر القنوات الدبلوماسية متهم بالاتهامات التي وجهت عبر وسائل الإعلام. وأخيرا وليس آخرا، يمكننا القول بأن هذه الهجمات هي ليست الأولى وربما ليست حتى العاشرة سمعنا عن هذه الهجمات السايبرانية من الطرفين بالمناسبة لسنوات كثيرة، ولكن التصريحات التي تصدر دائما من الإعلام ومن الساسة الأمريكيين دائما يكون لها صدى إعلامي أكبر بكثير. ومن آخر التصريحات التي سمعناها من مجلس الدوما هنا في موسكو قائلا أن 30% من الهجمات السايبرانية الموجهة ضد المنشآت الحيوية الروسية تأتي من الولايات المتحدة. إذن لا غرابة في هذه الاتهامات المتبادلة، هي حرب باردة، والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على جميع الأصعدة، على صعيد السلاح الاستراتيجي النووي بين البلدين، هناك الكثير من الاتهامات بالخروج من الاتفاقيات المتبادلة، وطبيعي أن يكون هناك امتداد في الأمن السايبراني بين البلدين، وهذه التصريحات هي إحدى هذه طبعا المعارك التي نشهدها في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وربما يمكنني القول أن دائما عندما تنتقل السلطة من إدارة إلى إدارة جديدة في الولايات المتحدة، نعم، تحتدم هذه التصريحات الموجهة ضد روسيا. في الإدارة في الانتقال السابق كانت هناك اتهامات لروسيا بأنها تلاعبت بالانتخابات، الآن نسمع بأن الهجمات السايبرانية الروسية تدخل، نعم، إلى المنشآت الحيوية جدا في الولايات المتحدة. وهنا السؤال محمد وتوقيت يعني هذه تصريح عن هذه الهجمات. شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلنا محمد حسن.